نظري جنش بالرغم ان اهلاوي. محمد الشناوي طبعا. انا شايف انه محمد الشناوي. والله يعني اذا كان جنش او الشناوي الاثنين كويسين. محمد الشناوي احسن. مش محمد الشناوي المفروض جنش، بس هو هيوقف الشناوي غالبا. يعني الشناوي، لان الشناوي يعني عنده ثبات انفعالي كويس، تحركاته على الكره بتبقى كويسه، ما عندوش اي انفعالات خارجيه، ما بينفعلش مع الجماهير الخارجيه والكلام ده، ثابت في مستواه، وان شاء الله ربنا يوفقه اذا كان هو او الشناوي او جنش. ان شاء الله ربنا يكتب لهم دايما التوفيق جميعا يا رب. هو دلوقتي احلى واحد في الدوري المصري دلوقتي صراحه. يعني هو يعني بيبقى واقف جون كويس، بيتابع الكوره جايه له منين، مش زي اي واحد تاني بيقف خلاص. لعب حلو مع الاهلي وكده، فلازم يكون بالمنتخب. ادى موسم كويس في بطوله افريقيا وعلى مدار الموسم في الدوري. واحمد محمد الشناوي مستواه متذبذب، واحمد الشناوي انا مش مقتنع بيه. انا شايف ان عواد كان افضل ان هو ينضم من ضمن ثلاث حراس في المنتخب. يعني لا، الأداء بسم الله ما شاء الله، يعني عامل نجاحات كبيرة يعني مع الأهلي، وفي كأس العالم برضو كان جميل جدا يعني. عشان عامل موسم كويس، بطولة أفريقيا 10 ماتشات كلين شيت، ما دخلش فيه جول، ما حدش عمله في أفريقيا. في نفس الوقت في الدوري برضو كذا ماتش كلين شيت، مأدي كويس مع الفريق، بيلعب على طول أساسي. الشناوي بقاله كم ماتش ما بيلعبش، ما بيأديش. في بطولة أفريقيا برضو مستواه ما كانش كويس. لشان هو وعلوي زي بالنسبة إن شاء الله يوفق الفريق بتاعنا، إن شاء الله الفريق قومي بإذن الله، ويلعبوا إن شاء الله متكتفين كده مع بعضهم، وبإذن الله إن شاء الله بإذن الله ناخد البطولة دي بإذن الله إن شاء الله.